العادة بعد الشيء دخول البقية سنبدأ إن شاء الله. شكرا يا خلود. أهلا عافية، مرحبا بك، ونحن ننتظر. مرحبا خلود، أهلا وسهلا بك، ونحن ننتظر. هل هناك سؤال؟ هل هناك استفسار؟ هلا نورة، مرحبا. ناصر، يا مرحبا يا ناصر. مساء الخير إيناس، مرحبا صاحبي، مرحبا بالجميع. هل هناك سؤال أو استفسار نبدأ به لقاءنا اليوم؟ مرحبا عزيزة، شكرا يا صالحة، يسعد مسيرك. وعليكم السلام رنا، سعيد جدا بتواجدكم جميعا معنا في لقاء متجدد من هذا المقرر الممتع في الحقيقة، مقرر يختلف عن باقي المقررات، يهتم بالجانب الإنساني، يهتم بالإنسان بقدراته العقلية، مشاعره وأحاسيسه وقيمه وأخلاقه، وكيف نوظفها في مصلحة الإنسان نفسه، ولكن أيضا في مصلحة المنظمة التي يعمل فيها، كيف نزاوج بين مصلحة الفرد ومصلحة المنظمة. إذا لعلنا نبدأ الآن، ونبدأ بمراجعة طفيفة وبسيطة لكل ما قلناه في اللقاء السابق. الصوت واضح ولا مش واضح شباب؟ ممتاز، جميل جدا. إذا وقفنا عند الاستقطاب، لسه ما بدينا في الاستقطاب الحقيقة. لسه ما بدينا في الاستقطاب. في ناس تطلع وتدخل وتطلع كثير، الصوت مزعج نوعا ما. إذا نطرح عليكم في بداية اللقاء بعض الأسئلة حتى نشوف، نراجع من خلالها ونشوف من متمكن من المقرر، من الأشياء التي تعرضنا لها في لقائنا الماضي. كنا في لقائنا الماضي ركزنا على وظيفة التخطيط، صح ولا لا؟ نطرح عليكم أسئلة بعجالة على التخطيط ونشوف من يعطيني الأجوبة الصحيحة، ونخليها في شكل تحدي، شكون يجاوب الأول؟ يلا تحدي. إذا 5 أسئلة صح وخطأ، واللي يعطيني أسرع إجابة هو الذي يفوز بالنقطة. أسرع إجابة صحيح أو خطأ هو اللي يفوز بالنقطة، ونحدد من الذي يعطينا أكثر إجابات صحيحة الأول. إذا ناخذ قلم، حتى ورقة وقلم حتى نسجل. نبدأ بالسؤال الأول، صح وخطأ. إذا أول سؤال صح وخطأ، جاهزين؟ نبدأ. إذا السؤال كالآتي: المعروض من الموارد البشرية يمثل احتياجات الشركة من الأفراد.
تعددت الإجابات. خليني نرجع من الأول حتى نشوف من أجاب. إذا بشرى تقول صح، لا بدور تقول صح لا، وإناث تقول خطأ، وهذه هي الإجابة الصحيحة. إذا النقطة الأولى تحسب لإناث. نعيد السؤال، قلنا أن المعروض من الموارد البشرية يمثل احتياجات الشركة من الأفراد، وهذا خطأ. المعروض هو، نعم أحسنت يا أحمد، برافو عليك. إذا المعروض هو الموجود. إذا النقطة الأولى تمشي للإناث. نمشي لسؤال آخر. صح وخطأ. إذا كان المعروض أكبر من المطلوب فهناك فائض. إذا كان المعروض، نعم، إذا من أعطانا الإجابة الصحيحة الأولى؟ خلينا نرجع نتأكد. إذا هي بدور الحسيني هي اللي تحصل النقطة الثانية. بدور إذا تسجل دخولها في القائمة. إذا السؤال كان كالآتي، إذا كان لا يا محمد بدور قبل، إذا كان المعروض أكبر من المطلوب فنعم الموجود هو أكثر من احتياجاتنا، فبالتالي هناك فقر. ممتاز. نمشي لسؤال آخر. السؤال يقول، جاهزين؟ جاهزين. إذا خليني أعطيكم السؤال. تعتبر، ركزوا معايا، تعتبر قائمة العمالة من الأساليب التي نعتمدها لتحديد المطلوب من العمالة. خطأ وخلود. نتصور أن خلود صاحب الإجابة الصحيحة. إذا لا، وفاء. وفاء هي صاحبة الإجابة الصحيحة. وفاء محجب. إذا وفاء سجل دخولها في القائمة. نعم. إذا السؤال كالآتي، تعتبر قائمة العمالة من الأساليب التي يمكن استخدامها لتحديد المطلوب، لا والعكس، الإجابة هذه مش صحيحة، بل بالعكس هو يعتبر من الأساليب اللي نعتمدها في تحديد المعروض مش المطلوب. نمشي لسؤال آخر، باقي معانا سؤالين، نشوف شكون يدخل معانا في القائمة. إذا كان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل وكان هناك فائض، فبإمكاننا إعادة تأهيل العمالة الموجودة. صح. صح. إذا الإجابة صحيحة. ومين أعطانا الإجابة الصحيحة الأولى؟ صاحب الإجابة الصحيحة الأولى هي سارة. أوه سارة، إذا تدخل القائمة. إذا عندنا إيناس، بدور، وفاء، سارة،
هم الموجودين في القائمة. ونعيد السؤال، إذا كان الطلب يزيد عن العرض في سوق العمل وكان هناك فائض، فبالإمكان الاعتماد على تأهيل العمالة الموجودة. نقص تقول سهل، سهل ويحتاج سرعة. يلا سجل حضورك إذا يا نوف، إذا كان سهل سجل حضورك. إذا عندنا 4 الآن ناس بدور وفايت ناس على الفوز بلقاء اليوم، من منهن سوف يعطينا الإجابة الصحيحة؟ إذا آخر سؤال نختم به المراجعة هذه. إذا كان مركزين، إذا كان العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل وكان هناك عجز فلا يوجد إشكال. إذا الإجابة الإجابة صحيح، وريما هي تسجل. محمد للأسف أنت إجابتك الأولى لكن إجابتك خاطئة. إذا ريما العقيل هي تسجل النقطة الخامسة، ما شاء الله، تحية كبرى. إذا الإناث بدور وفيها سارة وريما، ما شاء الله عليكم، كنتم جاهزين اليوم ما شاء الله. نعيد السؤال، إذا كان العرض يزيد عن الطلب في سوق العمل في سوق العمل وكان هناك عجز فلا يوجد إشكال. نشوف في ملحوظة هناك من قال فريق البنات يفوز، بدور دخول فريق البنات يفوز. يلا هنيئا لكن، وإن شاء الله فريق الذكور يقدم أداء أفضل المرة الجاية. إذا نمشي للمحاضرة رقم كم؟ المحاضرة 10. المرة الجاية نغشك يا محمد. إذا المحاضرة 10 نتكلم فيها على ماذا؟ على الاستقطاب، ونتكلم على التوظيف، ونتكلم في التوظيف يوجد الاستقطاب والاختيار. فخلينا نشوف مفهوم الاستقطاب ومفهوم الاختيار. ما الفرق بين الاستقطاب والاختيار شباب؟ الاستقطاب مش هتكون أوسع من الاختبار. الاختيار التعيين، الاستقطاب توظيف، كله توظيف، هو كلهم توظيف، ولكن كل مصطلح يعني مرحلة معينة مختلفة. فرح تقول الاستقطاب من الخارج، لكن الاختيار يكون متاح عندي. لا لا لا، وفيها تعطينا إجابة جميلة جدا، تقول الاستقطاب هو جذب العمالة والاختيار تصفية المتقدمين والمترشحين. نعم، إذا هذا هو الفرق بكل بساطة. الاستقطاب هو البحث عن الكفاءات وجلبها، ومن ثم نمر للمرحلة الثانية وهي مرحلة الاختيار. شو الأصعب، الجذب ولا الاختيار؟ شو تتصوروا، الأصعب الاستقطاب ولا الاختيار؟ هما الاثنين صعاب الحقيقة، الاثنين صعاب، لكن عندما تكون شركة عندها موارد، خاصة موارد مادية وعندها سمعة طيبة وبيئة عمل ممتازة جيدة، فبالتالي يسهل تسهل عملية الاستقطاب، صح ولا لا؟ ولكن إذا كانت البيئة جاذبة فبالتالي تصعب العملية، لأنه هناك الكثير من سيتقدم ويترشح للوظيفة، وبالتالي تصعب علينا عملية الاختيار. سؤال ليكم على
سؤال لوليد اللحظة، قرار الاختيار هل هو قرار استراتيجي تكتيكي تنفيذي غاية الأهمية وسط ولا مهم شوي؟ غاية في الأهمية، مش تكون تكتيكي، غاية في الأهمية عزيزة، مهم جدا. إيناس، الكل أحمد، استراتيجي سارة، نعطيكم شيء وقولوا لي من أي نوع هذا. مثلا استقطاب عامل بسيط، هل هو استراتيجي ولا تكتيكي ولا تنفيذي؟ عامل بسيط تنفيذي. فاطمة صالحة، تكتيكي تنفيذي تكتيكي. يا شاهد، تنفيذي في الحقيقة، ولا واحد فيكم قال انه قرار استراتيجي، لانه يعني العامل مستواه تنفيذي، فبالتالي يعتبر قرار تنفيذي. الحقيقة لهنا نعطيكم معلومة جميلة جدا، نتبين من خلالها أهمية قرار الاستقطاب. كيف نعرف وكيف نحدد ما كان هذا القرار استراتيجي أو تنفيذي أو تكتيكي؟ في الحقيقة الأهم وأبرز متغير يمكننا من التفرقة بين الثلاث مستويات من القرار هو ماذا؟ هو مدى أثر القرار. ركزوا معايا، شو قلت أنا؟ مدى أثر القرار. شو معناه مدى أثر القرار؟ هل القرار يؤثر في المدى البعيد أو يؤثر في المدى القصير؟ وبالتالي ننظر إذا للاستقطاب، هنا استقطاب الموظف هذا العامل البسيط، هل يؤثر في المدى البعيد للشركة ولا يؤثر في المدى القصير؟ شو رأيك؟ يمكن يكون عنده أثر على المدى البعيد، صح ولا لا؟ كيف ذلك؟ كيف أن استقطاب عامل بسيط قد يؤثر في المدى البعيد للشركة؟ قد يكون له تبعات، نعم. لا ننظر إلى وظيفته فقط، ولكن أيضا ننظر إلى ماذا؟ ننظر فقط على سبيل المثال، ننظر إلى شخصيته القيادية. يمكن قد يكون عامل بسيط ولكن ذو شخصية قيادية، وتعرف أن هناك شخصية قيادية إيجابية وشخصية قيادية سلبية، فإن كان شخصية قيادية إيجابية سوف يؤثر إيجابا في المجموعة وفي الموظفين وفي الناس الكل، ويعطي دفعة من الحماس ومستوى عالي، ويكون قدوة في الأخلاق والقيم، ويؤثر في الموظفين، وبالتالي يكون عنده دور إيجابي على مستوى المنظمة كقائد، مش كمدير، ولكن كقائد عنده تأثير نابع من شخصيته وتأثير قوي ومؤثر. ونتخيلوا معايا العكس، لو كان شخصية قيادية ولكن شخصية قيادية سلبية من نوع أنه هو عامل وينتقل ويؤثر في الناس، ولكن تأثيره سلبي من نوع زراعة في المشاكل والفتن والبلبلة داخل الشركة، يأثر فيها ولا ما يأثر فيها؟ ويأثر فيها على المدى البعيد ولا ما يأثر فيها؟ يأثر فيها أكيد، أنه لما يصل عنا العامل هذا بيئة طاردة، بيئة سلبية، بيئة مشاكل، فأكيد أنه الكفاءات سوف تطلع من الشركة. لهذا دائما نقول أنه مهما كان الوظيفة التي نستقطب من أجلها، فلا بد أن نتأكد ونأخذ كل التدابير ونعتمد كل الأساليب والطرق الممكنة حتى يكون اختيارنا صحيح، لأنه مهما كانت الوظيفة فهذا الاختيار سوف يؤثر في كامل الشركة. كلام جميل ولا واضحة الفكرة؟ ممتاز. إذا لابد أن يكون قرار الاختيار، الاستقطاب والاختيار، قرار مدروس. هات نشوف الآن مع بعضنا ما معنى أن يكون قرار مدروس. لابد أنه يعتمد
جملة من المبادئ، ولا بد أنه يمر بجملة من المراحل. سوف نتعرض لها مع بعض، ولكن نبدأ بالمفهوم الاستقطاب اللي ذكرته. الاستقطاب هو البحث عن الكفاءات. ثم يقول الكاتب: تمر عملية الاستقطاب والاختيار بعدة خطوات. إذا هذه هي المراحل اللي نتكلم عليها. أول خطوة اللي هي ما؟ حتى يكون اختيارنا صائب وصحيح وفي مكانه، ولا يحدث خلل في التوازن الكمي والنوعي داخل الشركة، لابد أن يمر بمراحل. واضح كلامي ولا وكأنه الآن كلام صيني مش مفهوم؟ كلامي واضح ولا صيني؟ ممتاز، أحسنتم. إذا أول مرحلة اللي هي تخطيط القوى العامة. نعم يا وفاء، لابد أن نعرف خطتنا المستقبلية. ثاني خطوة، طلبات المديرين من العمالة. عندنا خطة، ولكن أيضا كل مدير يحدد احتياجاته. اثنين، تحديد الوظائف الشاغرة. ثلاثة، النظر في التحليل. لماذا ننظر في التحليل؟ لأن مواصفات شغل الوظيفة توجد في التحليل. الجوب ديسكريبشن من أين أتينا به؟ من التحليل. ثم المرحلة الخامسة اللي هي ماذا؟ الاستقطاب، أحسنت يا صالحة. وآخر مرحلة اللي هي الاختيار والتعيين. سؤال آخر يطرح الكاتب في هذا الفصل مصادر الاستقطاب، ويقول أن هناك مصدرين اثنين. ما هما هذان المصدران؟ أول مصدر اللي هو ماذا؟ المصادر الداخلية كالترقية و النقل الوظيفي. نعم هناك داخلي وخارجي يزيد من النقل. على فكرة داخلي وخارجي مش نتكلم على البلد، داخل البلد وخارج البلد، نتكلم على ماذا؟ نتكلم على الشركة. يا إما استقطاب من داخل الشركة، وإما استقطاب من خارج. نعم أحسنتي، نعم، وإما من خارج الشركة. إذا أول قلنا من المصادر الداخلية نتكلم على الترقية، نتكلم على النقل الوظيفي، نتكلم على مخزون المهارات، الإعلان الداخلي عن طريق الزملاء والمعارف والأصدقاء. ما معنى عن طريق الزملاء والمعارف والأصدقاء؟ هذه تعرفوها الناس كل نوف تقول الوقت. إذا غريب جدا، نحن الآن ندرس طرق علمية في الاستقطاب ونتكلم عن الواسطة، هل يعقل هذا؟ شو رأيك؟ تنفع الواسطة ولا ما تنفع؟ ما تنفع سارة خالد، أحيانا شاهد لا وتركز عليها لا. هل تنفع الشركة ولا تضر الشركة الواسطة؟ الضر رحمة صالحة. نطرح عليكم سؤال: لو عندك سكين في المطبخ يضر ولا ينفع؟ المشكلة مش في السكين، المشكلة فيش في استعمالك للسكين. إذا الواسطة كغيرها من الأدوات لا هي سلبية ولا هي إيجابية، استعمالنا هو إيجابي أو استعمالنا هو سلبي. متى تكون الواسطة سلبية؟ أعطيني الحالات اللي تكون فيها الواسطة سلبية. الواسطة وبقوة في بعض الأحيان، نتكلم على مصلحة الشركة إحنا. إذا كان ما عنده كفاءة فردوس تقول، يكون فاشل مشاعر تقول.
الموظف السلبي تركي. نعم خلود، تقول إذا وضعنا الشخص الغير مناسب في المكان الغير مناسب. نعم أحسنت يا خلود، إذا الوصفة ما تصلح إذا كانت تخل بمبدأ ماذا الرجل المناسب في المكان المناسب، وإذا كانت تخل بمبدأ العدالة. إذا كان فيها ظلم فالواسطة ما تنفع. لكن متى، نعكس السؤال الآن، متى تصبح الواسطة إيجابية؟ إذا الشخص دارس، إذا كان صاحب كفاءة بشرى بدور، غير إذا كان جدير بذلك، إذا كان في محله. شو معناها يا سارة؟ إذا وضعنا الشخص المناسب في المكان المناسب، سارة إذا كان ذو كفاءة، خلينا أطرح عليكم السؤال بطريقة مباشرة. إذا كان هو الواسطة كفء ومتقدم للوظيفة شخص أكفأ منه، شو تختار؟ الواسطة الكفء ولا الشخص الأكفأ منه؟ فرح تقول الأكفأ، ناخذ الأكفأ. إذا واحد بس قال الواسطة الكفء ومرت المعلومة بسرعة، ما انتبهت لمن، ولكن الأغلبية يقولوا ماذا؟ ناخذ الأكفأ الأعلى. أحسنت يا شادي. نعم، إذا كان عندي شخص أكفأ فلا بد من ناخذه هو، ولا نخل بمبدأ العدالة وبالتالي نضر الشركة. نحن نبحث عن ماذا؟ نبحث عن مصلحة الشركة، فبالتالي من يتقدم لنا وهو الأفضل لابد أنه تكون له الأسبقية. إذا نعم بشرى، العدالة مطلوب، والعدالة أساس التحفيز، لا يوجد تحفيز دون عدالة. إذا لكن لو نفترض أنه تقدموا اثنين، تقدموا الكثير وصف عندي في النهاية شخصين، والشخصين هذم عندهم نفس مستوى الكفاءة، ولكن واحد نعرفه وواحد ما نعرفه، مين نختار؟ إذا الكل تتفق معايا اللي نختار اللي نعرف. ليش اخترتوا اللي تعرف؟ أقربون أولى صح؟ أضمن، برافو عليكم. إذا أضمن من مضمون. إذا أضمن هذا واحد، وفي شيء آخر، إحنا نتكلم دائما من نظرة مصلحة العمل. إنه في الحقيقة، برافو عليك يا وفاء، أحسنت كلمة جميلة، لأن لدينا سلطتين اثنين نمارسها على هذا الشخص، السلطة الرسمية والسلطة الأخرى إيش؟ أحسنت يا إيناس، والسلطة الغير رسمية، فبالتالي سوف يكون أداؤه أفضل من الآخر. ممتاز. نمشي الآن للمحاضرة 11 ونتكلم فيها عن المصادر الخارجية. إذا انتقلنا من داخل الشركة إلى خارج الشركة، من المصادر الخارجية نعددها مع بعض. نعم يا ضحى، التقدم المباشر للمنظمة. نقف شوية عند التقدم المباشر، شو معناه التقدم المباشر للمنظمة؟ نعم رزان، قبل الإعلان، وحنايا قبل ناصر، وسارة قبل الإعلان. إذا مقابلة شخصية سارة تقول المكاتب. لا، التقدم المباشر شو معناه التقدم المباشر؟ لو تقدم بشكل مباشر، نعم، شو معنى يتقدم بشكل مباشر؟ برافو يا عزيزة، نعم، يتقدم إلكتروني، يمكن إلكتروني ولا غير إلكتروني، ولكن يمكن فيس تو فيس. نعم يا ريما، هي في الحقيقة إنه شخص يبادر من تلقاء نفسه،
لا توجد لا عرض ولا وظيفة ولا إعلان ولا شيء، ويبادر ويتواصل مع الشركة ويعرض خدماته على الشركة. يمكن أنه يعرض خدماته عن طريق زيارة الشركة مباشرة، كما يمكن أن يرسل عن طريق الموقع ويرسل إيميل. إذا ما تهمنا الطريقة بقدر ما يهمنا أنه لا يوجد عرض، وشركة ليست بصدد البحث عن شخص في وظيفة معينة، ولكن من تلقاء نفسه يقوم بترشيح نفسه. شو رأيكم فيها الأسلوب هذا، التقدم المباشر؟ كويس، بدائي، حلو ولا سيء؟ كويس ولا سيء؟ ممتاز ولا؟ نعم، محمد يقول عكس اهتمام شخص ممتاز لإثبات نفسه. لو أنت مدير خلود تقول هل يقبل شخص لو راح بنفسه ولا يرفض؟ شو رأيك؟ اللي عندهم تجارب في التقدم المباشر، اللي رحتوا مباشرة للشركات، هل كانت ردة الفعل إيجابية ولا سلبية؟ أحمد يقول الورقة كثرتها مش كويس، معطونا وجه غالي. عزيزة تقول سلبية، يسلكونا ريم تقول لازم الواسطة، رجعنا للواسطة غالية. تقديم على النت، الغرفة التجارية. إذا في الحقيقة نقول لكم أنا من موقع تجربة، إنه التقدم المباشر مش بالضرورة سوف يعمل من أول مرة، مش بالضرورة تقدم نفسك لشركة سوف تجد الأبواب مفتوحة، قد توصد الأبواب في وجهك، وقد تمر للشركة الأولى ولا تجد فيها استقبال حافل وحار، وقد تمر للشركة الأخرى ولا تقبل حتى من الباب للدخول للإدارة، وقد تتعب كثيرا. ولكن ميزة التقدم المباشر أنها في الحقيقة عندها تأثير قوي قوي جدا على مدراء الموارد البشرية، لأنه قد يكون مدير الموارد البشرية في تلك اللحظة يفكر في استقطاب شخص لم يقم بالإعلان بعد، ولا لم يبدأ بالبحث أساسا، ولكن بمجرد أنه يجدك أمامه وقمت بذلك المجهود، رغم أنه تعرف أنه التقدم المباشر مش عملية سهلة وأنه راح يصرفوك، ولكن مع ذلك قمت بالعملية وجيت الشركة، فهذا يدل أنه شخص يتمتع بقوة شخصية، بطموح، بعزيمة وإرادة. وفي الغالب عندما تنجح العملية يتم استقطابه بسرعة، لأنه نجح أساسا في الاختبار، وجوده أساسا في تلك الشركة وعرضه نفسه على الشركة هو في حد ذاته نجاح في الاختبار. أحمد أيضا يطرح يقول كلمة جميلة، إذا رحت يقول لك ليش اخترت هذه الشركة؟ لابد أن تكون أيضا جاهز من حيث السؤالات، يعني لماذا اخترت الشركة، ولابد أن تكون عندك معلومات على الشركة، فأنت أساسا جاهز تعرف الشركة، وأساسا أنت عندك رغبة أنه تعمل في الشركة. أي نعم يا غالي، أحسنت، محتاجة شخصية لبقة. إذا هناك سؤال يقول ما معنى الاستقطاب؟ رنا، الاستقطاب هو مثل ما قلنا هو البحث عن الكفاءة، الإعلان وغيره، هذا يدخل في نعم يا بشرى، هو جذب الكفاءات. إذا قلنا التقدم المباشر، ثم قلنا الإعلان، ثم وكالات ومكاتب التوظيف،
ونخلي بالنا لما نتكلم على وكالات ومكاتب التوظيف، هناك العام وهناك الخاص، صح ولا لا؟ أعطوني مثلا وكالات ومكاتب توظيف عامة في المملكة تابعة للحكومة. حافظ، نعم، طاقات، نعم، نظام شدارة، برافو. إذا هي مكاتب توظيف تابعة الحكومة، والمكاتب الخاصة عدد ولا تحصي. أيضا من الوسائل الاستقطاب اللي رائعة في الحقيقة هي المدارس والجامعات. شو رأيكم فيها المدارس والجامعات؟ فيها إيجابيات كثيرة. ما هي إيجابيات؟ كفاءات، بذور دخول، التعليم، وهي رائعة، تأخذ الثمرة وهي ناضجة. أحسنتي، من قال هذا؟ سارة، أحسنتي يا سارة. عادة الأشخاص اللي في الجامعة هل هم ذو خبرة؟ عندهم خبرة ولا ما عندهم خبرة؟ أكيد لا، ما عندهم خبرة. لكن لماذا مع نقص الخبرة تتوجه لهم الشركات؟ لأنهم عندهم شيء ربما بالنسبة لتلك الشركات أهم من الخبرة، اللي هي ماذا؟ كفاءة. الخبرة تزيد في الكفاءة. برافو يا سلاف، عندهم حماس. شفت أيضا كلمة ثقافة، ممتاز. هو في الحقيقة أسباب كثيرة تدفع الشركات للذهاب إلى الجامعات. أولا هم صغيرو السن، معناه سنهم صغير، وبالتالي سنهم صغير هذا مرتبط بإيش؟ مرتبط بالحماس. والرغبة في إثبات النفس وفي التجديد والابتكار، نعم. وبالتالي يمثلون دما جديدا، معناها نضخها في الشركة، دم جديد للشركة، يغير في ماذا؟ يغير في ثقافة الشركة. فبالتالي إذا نحب نغير ثقافة الشركة، يعني إذا نحب ننتقل بالشركة من الخمول والركود إلى الإبداع والابتكار، فنجلب الشباب. أيضا نقطة أخرى، لما نتكلم على التطور والتقدم، نعم يا غالية، لما نتكلم على الإبداع والابتكار فنحتاج الخيال ونحتاج الإبداع أكثر منه من الخبرة. الخبرة ربما في نوعية من المجالات لا تهم بقدر ما يهم الإبداع والابتكار، ونحتاج أشخاص ذوي أفكار جديدة وطموح عالي. نعم يا سلام، أحسنت. إذا نمشي أيضا للنقطة الخامسة، وهي ماذا؟ النقابات العمالية. النقابات، ربما البعض لا يعرف مفهوم النقابات. ما هي النقابات؟ النقابة، ما معنى النقابة؟ نعم يا غالية، هي جهات تمثل العمال، تسعى إلى تحقيق حقوق وضمان حقوق العمال. نعطيكم فكرة، في الحقيقة تعرفوا أنه قد يكون صاحب الشركة يسعى إلى تحقيق مصلحته على حساب العمال، صح ولا لا؟ ما يعطيهم رواتب مثل العالم، ما يوفر لهم حماية، يضغط عليهم، يشغلهم بعد الوقت، فبالتالي هو يظلم في العمال. فشو اللي يصير؟ العمال يجتمعوا مع بعضهم ويكونوا ماذا؟ ويكونوا نقابة، وتصبح النقابة هذه تمثل العمال وتحمي مصالح وتتفاوض مع صاحب العمل باسم جميع العمال، وبالتالي تصبح قوية.
نمشي للرقم 6. إذا المصدر الخارجي للاستقطاب رقم 6 اللي هو المنظمات المهنية. لماذا المنظمات المهنية؟ لأنها تقوم بدورات تدريبية عملية، بالتالي اللي يكون في منظمة مهنية يكون جاهز عمل. رقم 7 الخدمات العسكرية. رقم 8 الأخذ بآراء الخبراء وأساتذة الجامعة، وهذا معمول به كثيرا في الحقيقة. عادة ما يتواصل شخص معين بدكتور ولا أستاذ ويطلب منه أنه ربما يزكي له شخص طالب مجتهد، لأنه الأستاذ على تواصل مباشر مع الطلبة فيعرف أفضلهم ويعرف أذكياءهم ويعرف حتى شخصية كل واحد فيهم، مميزات الشخصية لكل واحد فيهم، بالتالي ربما يزكي شخص ذو خبرة وذو كفاءة عالية مقارنة بالآخرين. إذا قلنا الأخذ بآراء الخبراء والأساتذة الجامعيين، ونمر الآن إلى بعد ما تكلمنا عن الاستقطاب وقلنا أن الاستقطاب داخلي وخارجي، نعم يشهد هي تزكية، نعم التزكية شيء والاستقطاب شيء آخر. التزكية ربما لما تكتب سي في تحط في النهاية تزكية، فلان يمكن يزكيني فيتواصل معاه حتى يزكيك، لكن الاستقطاب ربما تواصل مباشرة، تواصل مباشرة مع أستاذ أو دكتور وطلب تزكية جملة من الطلاب. نمشي الآن ونمشي الآن إذا للاختيار والتعيين، ربما بقت معنا دقيقة نخلص فيها بسرعة النقطة هذه، ما يمدينا نمشي للمحاضرة اللي بعدها. إذا الاختيار والتعيين، وفي الاختيار والتعيين نتكلم على ماذا؟ التصفية، والتصفية مبنية على معايير، وهذه هي المعايير اللي يتكلم عليها الكاتب، المواصفات، وربما المواصفات الموجودة عندنا في الفصل هذا هو المستوى التعليمي، ولكن أيضا هناك مواصفات أخرى سوف نتطرق إليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. إذا هل عندكم سؤال، عندكم استفسار في الدقيقة الأخيرة قبل أن نغادر؟ مرت بسرعة المحاضرة. إذا يعطيكم العافية، سعيد جدا بالتفاعل معكم بحضوركم، شكرا لكم من القلب، والتقيكم إن شاء الله يوم السبت القادم، لكم مني كل التحية، في أمان الله، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.